الله يخلي لك ياهو. كان عندنا نقافتين، انا نقافه وسعده نقافه، بس نقافتي الله وكيلها كانت ارجى من نقافته بستين الف مره. كنت مركب لها خمس مطاطات والشعب بلوط شغله بتشنك تشنيك بالهواء. رح افصل تنتين، وحده الي وحده الها، تلحشها بالورشه الا ما تعتازها. جوان مكسليك حواليك شي جوان مكسليك مرتب؟ والله ما بعرف، بدي اشوف لك. شوفي سلمي، وانتي فاردة وشك سمعاني، انتي هلا اميرة بقصرك، يلا فوتي. حاتم شو اخبار النفس اللي عندها؟ شغله بتاخذ ضمانات العقل يا سيد نزيه. امبارح اصطدت لك بغدادي اشي بسمك، شغله يبرو قلبي الزغليل، انا يبرو قلبي. مساء الخير. مساء الخير يا سنور. مساء الخير. اخي شو بتحبوا تشربوا؟ شاي لما اقول؟ والله ما في داعي لشيء، بشرب شيء الله يخليك. بدنا نشرب عود. عود خلص نشرب، ساوي اللي بدك اياه على ذوقك. على راسي خجل. عود اخي حاتم، عود شبك متكركب وتلبك بيتك هذا الصغير. ما في داعي لنشرب شيء. اهلين يا ابو حاتم الورد. جربك نحن. طمني انت ما افرح فيه. تف انت امك يا زلمه، شو عم تحكي؟ شو عم تدعي لي بمصيبه انت؟ حدا بجيب الدب لك ارمو؟ الدب لك ابو حاتم؟ الدب؟ الله يعزك. لا تواخذني بهالكلمة، يعني عدم المؤاخذة، عندي اقعد هيك ست سبع ساعات على الرفسة فوق عم بتفرج هيك على الطيور وتصبب عليهم، بتسوى الدنيا وما فيها وبراد الشاي قدامي. أما جواج وما جواج مالي مصلحة لك عمي، هذا جنس نمرود وما له أمان. لك شبك أبو حاتم، شو القصة عم تقطش تلحوش؟ طيب يا حزرك مين نزل آدم من الجنة؟ مو حواء؟ لك وحد الله يا زلمة، شو صار لك جذبتك؟ سأل الشيخ سأل. اخي قالت امك حط لكم العشاء مع الشاي. لا والله ما في داعي خلص تتعشى مع الشاي. ما في داعي. عندنا لب الكوسه وصحن براسيا وابو بستي وفتوش القطه. وابو بستي وفتوش القطه. لا ما في داعي القطه. لك خلص حطوا زهرمان بخاري. عود ابو حاتم عود. روحي اختي. والله ما في داعي. والله يعني لك عود. دودي شوف هاي ما احلاها. لك لحظه خليني اشوفه، هذا بحبه. لك شوف هاي ما احلاها، الله يخليك تعال شوفها. اوه ليك هاي انا وبابا تحت برج ايفل. شوف ليه. عرفتوا هذا باريس حبيبي؟ مو باريس، باريس. باريس ايوه. منيحة ايه؟ منيحة. وهي بعيد ميلاد خالته. خالته لمين؟ خالته الي. وليش الفزلك يا قولي خالتي يعني؟ بعدين وين هي المضروبة؟ لا باركت لنا ولا نقطتنا، شو قصتها؟ مضروبة؟ خالتي عايشة بكندا، مو نزلت على الشام من وقت ما توفت ماما الله يرحمها. ستي الله يرحمها، الله يسهلها لخالتك وين ما كانت تكون. ومين هي المجنونة هيك هناك شعراتها؟ هاي ماما الله يرحمها، لا تحكي عليها هيك. هي لا تأخذينا، ليك كانت حلوة يا الله يرحمها رحمة الله. هي حلوة شايف محراها. الله يرحمك يعني. ليشي. لحظة ورجيني شوي الصورة. لا ما بصير تشوفها هاي. في حدا مو لابس على راسه يعني؟ شو ما حدا راس؟ ما خلص ما في تشوفها. تعطيني شوي. ما في خلص عم قلك بس، لا ما في بلا سؤالي، خلص اقعد تفرج على التلفزيون. مثل ما بدي. اي. الله يسلم إليك يا ام نزير، الله يخلي لك امك، علي الحلال من شي سنه ما انبسطت مثل ما انبسطت اليوم، اكل بياخذ العقل، شغله. صحتين وهنا يعني انبسطت؟ انبسطت كثير، مو ناقصني غير ارجيله التنباك حطها بين الطيور بالرفسه واقعد اتصبب واستيج، الله اكبر. حتوم شو رفسه ما رفسه؟ لك انت ايمتى بدك تركز بقى وتكن؟ شو شايفني فاير؟ والله ما عم بطلع برات الرفسه، ليش عم تحكي معي؟ لك ابو حاتم شبك؟ انا عم اقول لك مشان رفسه، حدا عم لسه بتقول لي رفسه وما رفسه. انا شايف انه انت لازم تركن بقى وتتجوز، تلاقي لك بنت الحلال. بشرفي ما في احلى من الجواز، واللي بيقول لك انه جواز مو حلو، قول له حمار وحيوان وتحشر ميتك بحلكم. هاجي بالك شو عم تحكي انت؟ معقول يمسك واحد هيك من باب للطاق مسكه وخانه وتفخاني حدا مسك صر ماي تاكله ستحلى؟ ما بحكي هيك شيء انا، شو عم تحكي انت؟ روح عنا يا ابو حاتم. ركز معي مظبوط. انا ملاقي لك بنت حلال وبدي جوزك اياها. شلطة تمي من الشاي العمى شو سخن؟ لك عم اقول لك ملاقي لك بنت حلال وبدي جوزك اياها. الي انا؟ شو عم تحكي؟ مين هي؟ انت قولي موافق لحتى اقول لك. لك روح عنا يا حدا بيشتري سمك بالماي، قول لي مين هي؟ بقى البحصه يلا بقى تعال. شوف فهمني منيح. ايه قول شو؟ يعني هي اللي بدي جوزك يا حبنا اللي هي اختي خجل. شبهها اختها. كنت عم اقول لك مشان جواز ما شو ما لك شو ابو حاتم شوف علي الطلاق من راس الصبحيه اذا ما بتطلع برات البيت خلال خمس ثواني لا ادحك بصر معي بنص راسك ضرب شو لك ما بدي اضربه اضرب دايس اطلع من برا قوم اطلع يا ام نزير والله لا 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 حليق روح الله بعد وليبك اطلع
شو امي بشير قمحه ولا شعيره؟ قمحه بطيخه وبطيخه مبسمره كمان. لك يا طعمره شو حمار. قولي على حظك يا بنيتي، قال رضينا بالبين والبين ما رضي فينا.